أعزائي متابعي طقس العرب في سلطنة عمان ودولة الإمارات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في نشرة جوية نستعرض خلالها فرص الأمطار على سلطنة عمان وأجزاء من دولة الإمارات خلال نهاية الأسبوع، حيث يتوقع بحسب المؤشرات الحالية تشكل منخفض إلى الجنوب من إيران نهاية الأسبوع، ما سيدفع بكتلة هوائية باردة نحو الجنوب، الأمر الذي سيعمل على انخفاض درجات الحرارة خلال نهاية الأسبوع في سلطنة عمان خصيصا، وتكاثر السحب وتهيئ الفرص لهطول الأمطار إن شاء الله على السواحل الشرقية للسلطنة بما في ذلك العاصمة مسقط، إضافة إلى أجزاء من جبال الحجر. وبحسب المعطيات الحالية فإنه من المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة ومترافقة مع حدوث الرعد وربما تساقط زخات من البرد في بعض المناطق، إضافة إلى نشاط الرياح وارتفاع الأمواج واضطراب البحر، كما يحتمل تساقط الثلوج على قمة جبل شمس خلال نهاية الأسبوع، وذلك في حالة توافر الهطولات، حيث يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في هذه المنطقة الجبلية إلى ما دون الصفر المئوي وبشكل كبير. تأثير الحالة قد يطال بعض المناطق الشمالية والشرقية من دولة الإمارات حيث يوم الجمعة طبعا، حيث تنخفض درجات الحرارة وتنشط الرياح الشمالية الغربية ويضطرب البحر، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات من الأمطار في أجزاء من شمال وشرق الدولة، ولكن تأثير هذه الحالة بالعموم سيكون أكثر على سلطنة عمان. للمزيد من التفاصيل حول الحالة الجوية تابعونا دائما عبر موقعنا الإلكتروني أريبيا ويذر، بالإضافة إلى تطبيق طقس العرب الخاص بالهواتف الذكية، إلى جانب صفحاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب. شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله.